السلام عليكم. الجيش الأمريكي بدأ بالتحرك بشكل مكثف بالقرب من الحدود العراقية، وهذا طبعا التحرك هو يأتي من أجل مواجهة الفصائل المسلحة المقربة من إيران بالدرجة الأساس. جاءت وكالات من سوريا، تحديدا المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 9 سبتمبر هو الذي ذكر بشكل واضح بأن هنالك مناورات قد بدأت في ذلك اليوم، واستمرت هذه التقارير حتى يوم أمس تتحدث عن استمرار هذه المناورات، وحتى وكالات أخرى مثل وكالة بازل الإخبارية أيضا ذكرت هذه المسألة مع عدد من الوكالات السورية الأخرى. هذه المناورات العسكرية هي تأتي هنا في المثلث الحدودي الذي ترونه هنا بهذا الاتجاه بين العراق والأردن وسوريا. المناورات تأتي بشكل مباشر في قاعدة التنف التي تتواجد فيها القوات الأمريكية، وهدف هذه المناورات عدد من الأهداف، يريدون تحقيق عددا من الأمور. أولى هذه الأمور هي رفع أو التأكد من القدرة أو الجاهزية القتالية لهذه القوات الموجودة في القاعدة، أيضا رفع قدرات هذه القوات لمواجهة أي هجوم محتمل ممكن أن تتعرض له هذه القوات. بالتالي تضمنت هذه التدريبات إطلاق صافرات الإنذار، انتشار القوات ضمن الملاجئ وباتجاه الملاجئ الموجودة في هذه القاعدة، وأهم في هذه التدريبات هو التدرب بشكل مباشر على مواجهة الطائرات المسيرة الإيرانية وإسقاطها في حالة مواجهة هذه القاعدة. بالتالي هي محاكاة، هذا ما يقومون به تجاه هذه الطائرات، وهذا يعني بينهم يتدربون على الطائرات المسيرة إن كانت قادمة من الأراضي العراقية مباشرة تجاه هذه القاعدة. فسبق لهذا الأمر أن حدث مرارا وتكرارا أن قامت الفصائل المسلحة المقربة من إيران بإطلاق الطائرات المسيرة باتجاه هذه القاعدة، وكانت قد حققت نتائجا وضربات فعالة على هذه القاعدة، لا قتلى بعض الجرحى من السوريين الموجودين هناك، ولكن كانت هنالك هجمات فعلا قادمة من العراق. وأيضا الفصائل المسلحة المقربة من إيران في سوريا سبق لها أن قامت بنفس الفعل وهاجمت هذه القاعدة بالطائرات المسيرة الإيرانية من داخل سوريا. بالتالي هنالك ملاحظات مهمة على هذه المناورات، ليس فقط التوقيت المهم الذي يأتي بهذه المناورات، وإنما هي مناورات لمواجهة الفصائل المسلحة المقربة من إيران، وأيضا في نفس الوقت بأنها غير معلنة في ظل العديد من الأمور المريبة التي تجري في هذه المنطقة تحديدا. بالإضافة إلى ذلك، إلى أن هنالك في المقابل مناورات من قبل الإيرانيين في سوريا، وتحديدا هنا في تدمر، في مطار تدمر العسكري. فأيضا هذه الوكالات السورية تحدثت بأن الحرس الثوري الإيراني بالإضافة إلى حزب الله اللبناني يقومون بعملية تدريبات لعدد من العناصر من الجنسيات اللبنانية والإيرانية الموجودة هناك على استخدام أيضا الطائرات المسيرة بشكل مثير للغاية، توقيت مثير للتدريبات الأمريكية وهذه التدريبات. وطبعا سبق لهذه القاعدة وهذا المطار قد استخدم في مهاجمة قاعدة التنف وأطلاق الطائرات المسيرة من هناك على هذه القاعدة، وسبق كما تحدثنا أن جاءت مثل هذه الهجمات من داخل العراق على قاعدة التنف، وبالتالي هي أمور تصعيدية ومناورات مثيرة للغاية في ظل الكثير من التقارير التي رأيناها في الداخل السوري. كانت هنالك تقارير خطيرة للغاية ومتصاعدة منذ شهر يونيو حتى يومنا هذا عما يجري في سوريا. فبعض التفاصيل التي نشرت على سبيل المثال في شهر يونيو من الواشنطن بوست أو حتى معهد دراسات الحرب تحدثوا بشكل واضح بأن هنالك خطة إيرانية روسية مع النظام السوري للضغط على القوات الأمريكية من أجل إخراجها من المنطقة بالكامل، ويقصدون هنا إخراجها من سوريا. وبعد ذلك ظهرت الطائرات الروسية المقاتلة مثل السوخوي 35 وهي تقترب وتحتك بالطائرات المسيرة الأمريكية الام كيو 9 ريبر في محاولة منها لإسقاطها، وهذا الأمر هو الذي دفع الولايات المتحدة الأمريكية أن تقوم بالعديد من التعزيزات المهمة في منطقة الشرق الأوسط لردع إيران وردع روسيا من التفكير بمثل هذه الأفكار أو تطبيق مثل هذه الخطط التي كشفتها كل هذه المصادر. وبالتالي قاموا بنشر طائرات الاف 35
F-35 الشبح طائرات F-16 الأمريكية لتعزز وضع طائرات A-10 وورثوغ الأمريكية التي انتشرت في مارس من هذا العام أيضا لنفس الأهداف. هي جاءت وانتشار هذه الطائرة بعد اغتيال متعاقد أمريكي في مارس من هذا العام أيضا في سوريا بطائرة مسيرة كانت قد انطلقت من العراق تجاه هذا المتعاقد، وبالتالي أدخلوا هذه الطائرات لمواجهة الأهداف الأرضية مختصة في ضرب الأهداف الأرضية بشكل مباشر، وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة هنا هدفها لردع هذه الفصائل المسلحة المقربة من إيران وردع روسيا من كل الأمور التي ذكرناها، إلا أن فجأة كانت هنالك مفاجأة باشتباكات كبيرة بدأت بين قوات سوريا الديمقراطية والعشائر العربية شهدناها مؤخرا، ودخلت إيران فجأة هي والنظام السوري وخلفهم روسيا من أجل استغلال هذه المسألة وما يجري من اشتباكات من أجل إضعاف قسد كمرحلة أولى وكمرحلة ثانية لإخراج القوات الأمريكية. والمشكلة لدى القوات الأمريكية هنا بشكل واضح بأنها تدعم قسد وتدعم بعض العشائر العربية، وليس من مصلحتها أن تكون مثل هذه الاشتباكات حاضرة، وهذا ما أجبر الولايات المتحدة الأمريكية أن تأخذ عددا من الخطوات لإيقاف القتال الذي جرى بين الطرفين. فالولايات المتحدة دفعت بوفد أمريكي مباشرة إلى العشائر العربية كما تلاحظون في 3 سبتمبر من أجل حل هذه المشكلة، محاولة إيقاف الدماء والصراعات الكبيرة والصراع الكبير الذي جرى بين الطرفين. ولكن بعد ذلك ذهبت الولايات المتحدة الأمريكية إلى أبعد من ذلك وتحركت عسكريا تجاه الطرفين، ليس لمواجهة الطرفين أو لمواجهة العشائر العربية، لا أبدا، هي من أجل إيقاف إطلاق النار بين الطرفين. وكانت هنالك لقطات لهذا الحراك العسكري الأمريكي الذي من النادر أن نراه بهذه الطريقة، ظهر بهذا الشكل الذي ترونه من مقطع مصور لتحرك رتل أمريكي كبير بالعديد من العربات كما تلاحظون منطلقا من قاعدة حقل العمر النفطية التي تأتي إلى شرق نهر الفرات وتقدمت إلى عدد من المناطق الموجودة والتي سيطرت عليها قوات سوريا الديمقراطية لتفصل وتعزل بين قسد وبين العشائر العربية لحل هذه المشكلة. هذه الحادثة كانت بين 7 و 8 سبتمبر طبعا، كانت هنالك أيضا صور أضيفت على هذا التحرك الأمريكي تساعدنا طبعا في معرفة أين كان هذا التحرك بالضبط بالنسبة للقوات الأمريكية، وهو تحرك نادر ويجب أن ينظر إليه بشكل جدي. كانت هذه لقطة كما ترون كما ظهر لنا في المقطع، واضح جدا عدد العربات كبير مع القوات الأمريكية، واضح بأننا أمام قوات أمريكية ليست قوات سوريا الديمقراطية أو غيرها، وهذا هؤلاء هم قوات سوريا الديمقراطية والجنود، واضح جدا بأننا أمام هذه العربة الأمريكية التي هدفها كان العزل في بداية الأمر بين قوات سوريا الديمقراطية والعشائر العربية لإيقاف الاشتباكات والاحتكاكات. وطبعا عندما نرى هذا الدوار أمامكم من الممكن لنا من طبيعة الحركة التي جرت بالنسبة للقوات الأمريكية أن نحدد هذا الموقع. لدينا طبعا هيكل للبناء مميز للغاية بالطول يأتي على هذا الدوار الذي يأتي طبعا بهذا الشكل البيضوي، ولدينا طبعا هنا عمود وهنا عمود آخر وعلامات مهمة جدا تأتي حتى النقطة التي تواجدت فيها القوات الأمريكية. ونلاحظ بأننا أمام منطقة مزروعة، مبنى بجانب هذه المنطقة المزروعة، وأيضا مبنى صغير، وهنا التواجد الأمريكي كما هو واضح. وبعض التقارير تحدثت بأن هذا الدوار هو دوار العتال الذي يأتي كنقطة استراتيجية بين الشحيل وبين البصيرة إلى شرق نهر الفرات. وطبعا إذا ما اتجهنا إلى مقطع آخر أيضا وصورة أخرى لطبيعة القوات الأمريكية، هنا كما تلاحظون هذه الهامر الأمريكية الواضح بأنها تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، ولكن شهود عيان لاحظوا وتحدثوا بأن من هذا التحرك كان هنالك تواجدا أمريكيا عند هذه البوابة عند هذه المنطقة، وأيضا أن القوات الأمريكية قد دخلت إلى البصيرة أيضا في نفس الوقت. وبالتالي إذا ما أخذنا أيضا صورة أخرى لهذا الموقع ولهذا المدخل ستلاحظ بأنك أمام شجرة كبيرة، مبنى كبير وعمود بجنبهم، هذه علامات من السهل أن تعرف موقعها وتحددها، وأيضا هنا مبنى مقابل لهذه العلامات مع المدخل الذي ظهر لنا، وأيضا نقطة أخرى كما نلاحظ عند المدخل ستلاحظ بأن هنا عمود كبير، وأيضا نلاحظ بأن هنالك وكأنه مبنى واحد مع كل هذه الأشجار التي ترونها. بالتالي
الأمور واضحة للغاية بالنسبة لهذه النقطة، بأننا من المفترض أن نكون أمام البصيرة وكذلك الدوار الذي تحدثنا عنه. بالتالي عندما نتحدث عن هذه المنطقة فإن قاعدة حقل العمر النفطي تأتي هنا، وبالتالي التحرك من المفترض أن يكون بهذا الاتجاه كما ترون باتجاه دوار من المفترض أن يكون هنا، وأيضا هذه هي البصيرة وهذه هي الشحيل وهذه هي الحوائج التي سيطرت عليها قوات سوريا الديمقراطية. وبالتالي إذا ما ذهبنا مباشرة لنأخذ بهذا الحراك الأمريكي إلى هذا الدوار الذي رأيناه، طبعا ستلاحظ هنا البصيرة كما تلاحظون والمدخل الخاص بها هنا، ومن المفترض أن يكون هنا الدوار الذي أيضا يتجه إلى الجنوب إلى الشحيل مباشرة. بالتالي سترى بأن هذا هو الدوار بالشكل البيضوي المميز. لنتجه إلى الشمال قليلا لنأخذ لقطة والعلامات التي تطابقت مع الصورة التي رأيناها، صورة أوضح بالعودة بالتاريخ قليلا هي التي ستعطينا موقع أو الموقع الذي طبعا ظهر لنا. ستلاحظ نفس الهيكل الذي ظهر لنا، الشكل البيضوي، العمود هنا الذي ظهر لنا، وبالتالي كل العلامات هنا. تلاحظ المنطقة المزروعة، المبنى الكبير هنا، مبنى صغير، وهذا يوضح بأن القوات الأمريكية كانت موجودة هنا في هذه النقطة مع تطابق هذه العلامات التي رأيناها، وبالتالي المدرعات الخاصة بها كانت منتشرة على هذا الدوار من خلال التقاط الصور التي رأيناها. وبالتالي التوجه أيضا اتجاه البصيرة هي النقطة مهمة للغاية أيضا واستراتيجية سيطرت عليها قوات سوريا الديمقراطية مع بدء الاشتباكات مع العشائر العربية. وبالتالي مثل هذا المدخل ستراه هنا كما ذكرنا لكم، وستلاحظ بأن العلامات ستكون واضحة كما رأيناها في الصورة الأولى. هنا الشجرة المنفردة، وهذا هو طبعا المبنى الذي رأيناه، وأيضا هنا العمود الآخر، مبنى مقابل له، وهذا هو المدخل. وتظهر أيضا أمامنا هذا المبنى المنفرد مع الأشجار التي رأيناها. بالتالي إذا ما اقتربنا أكثر للتأكد من العمود الذي رأيناه أيضا بجانب هذا المدخل، كل شيء سيكون مؤكدا لنا بأن فعلا القوات الأمريكية كانت موجودة مع قوات سوريا الديمقراطية. وبالتالي كل شيء هنا يتأكد كما لاحظناه في العلامات وفيما رأيناه الآن. وبالتالي عندما تتجه مباشرة أنت، يعني بعض التقارير كانت قد أكدت هذا التحرك أساسا من التقارير السورية، تحدثت أن البصيرة كان هنالك دخولا لها وعددا من المناطق الأخرى من التي تقدمت لها قوات سوريا الديمقراطية، الشحيل، عين الفرات. وكانت عين الفرات السورية تحدثت بأن في 7 سبتمبر فعلا دخلت القوات الأمريكية إلى هذه المنطقة. وبالتالي الحراك الأمريكي كان ببساطة بالطريقة التي ذكرناها من حقل العمر النفطي بالطريق بهذا الاتجاه إلى الدوار الذي رأيناه، ومن ثم إلى مدخل البصيرة، ودخلوا أيضا إلى البصيرة وأيضا إلى الشحيل. لا نعلم إلى أي مدى دخلت القوات الأمريكية في الشحيل، ولكن لم تكن هنالك أي صور إلا تقارير من شهود عيان. وهذه المنطقة تعتبر منطقة استراتيجية خطيرة، الفصائل المسلحة المقربة من إيران هي قريبة للغاية عبر نهر الفرات طبعا إلى غرب نهر الفرات. ولكن هذا التحرك الأمريكي رغم أنه أوقف إطلاق النار، إلا أن مسببات اشتعال الصراع بين قوات سوريا الديمقراطية والعشائر العربية لم تنتهي، ومن الممكن في أي لحظة أن تعود هذه الاشتباكات مرة أخرى. وهذا ما جعل العديد من المراكز البحثية، الخبراء في السياسات الأمريكية في الشرق الأوسط، الخبراء في الشرق الأوسط بشكل عام، أن ينظرون بجدية لطبيعة بأن هنالك طلب وهنالك ضرورة للقوات الأمريكية والولايات المتحدة أن تغير من وضعها في سوريا، لأن الظروف أصبحت خطيرة خاصة تجاه العشائر العربية. العرب نيوزيلندية كانت قد تحدثت في 48 ساعة الماضية عن طبيعة بأن الولايات المتحدة يجب أن تعيد ترتيب أو تعيد تطبيق ما فعلته في العراق، ليس الانسحاب لا أبدا، بل زيادة عدد القوات الأمريكية. فما ذكرته بشكل واضح بأن ما جرى في العراق بعد دخول الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2003 كان هنالك وكانت هنالك بعض السياسات التي جعلت تفضيل طرف على طرف. السياسات الأمريكية لم تكن مناسبة للوضع العراقي، مما أدى إلى إشعال الأمور طبعا في عام 2006، وهذا هو الذي دفع الولايات المتحدة أن تعجل من إدخال ديفيد بترايس والطلب منه بزيادة عدد القوات الأمريكية بشكل أكبر في العراق
وبعد ذلك قاموا بخلق الصحوات وتدريب الصحوات في العراق، وهذا ما أدى في نهاية المطاف من وجهة نظر العرب النيوزيلندية إلى استقرار العراق في نهاية المطاف. وهذا هو نفس الأمر الذي بدأوا ينظرون بأنه يجب أن يطبق في سوريا، حتى أنهم انتقدوا عملية انسحاب القوات الأمريكية من العراق، لأن تنظيم داعش الإرهابي عندما جاء انضمت له العديد من الأطراف والعناصر التي دربتها الولايات المتحدة الأمريكية، مما اضطرهم طبعا من العودة للعراق مرة أخرى. وبالتالي هم ينظرون إلى الفترة ما بين 2006 و2007 وزيادة عدد القوات الأمريكية من أجل حل الأمور بين قوات سوريا الديمقراطية والعشائر العربية، يجب أن يتم هذا الأمر بحسب ما لمحت له هذه الصحيفة العرب نيوز اللندنية، وعدد أيضا من الخبراء لما تحدثوا عنه من طبيعة ما جرى. فالمشكلة أن الحديث هنا من العرب نيوز بأنه يجب أن تتوقف الولايات المتحدة الأمريكية بالأخذ بالقصص التي تحدثت عنها قوات سوريا الديمقراطية، والتقارير التي تقول بأن إيران تستغل العشائر العربية في هذه المسألة، وبأنها تقف وتدعم وتحرض ضد قسد من أجل إخراج القوات الأمريكية. بدلا من ذلك على القوات الأمريكية والولايات المتحدة الأمريكية أن تكون جزءا من الحل وليس جزءا من المشكلة، وأن لا تفضل طرفا على الطرف الآخر من أجل أهم أمر يعملون وتعمل عليه الولايات المتحدة من أجل مواجهة خطر ظهور تنظيم داعش الإرهابي وخطر استغلاله لما يجري، وأن تجبر بعض العشائر العربية وبعض الأطراف والعناصر الموجودة فيها لتنضم لداعش الإرهابي. والحاضنة الاجتماعية هنا ستزداد خطورة، بالتالي لا بد من ضبط هذا الوضع. وأيضا تحدثت العرب نيوز بشكل واضح بأن المشكلة الأساسية هي في حزب الاتحاد الديمقراطي التابع لحزب العمال الكردستاني. هذا الحزب تحديدا، على الرغم من أن قوات سوريا الديمقراطية هي مكونة من العرب ومن الكرد، إن حزب الاتحاد الديمقراطي هو الذي يمتلك القوة الرئيسية في قسد، بالإضافة إلى ذلك إلى أن المجالس بين العرب وبين الكرد أيضا نفس الشيء، الأعضاء وأعضاء حزب الاتحاد الديمقراطي هم الذين يسيطرون على هذه المجالس. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية عليها إيجاد دبلوماسية ناعمة، عليها إيجاد طريق لإيقاف مثل هذه الاشتباكات، وأهم في هذا الأمر التلميح لمسألة أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية مضطرة لزيادة عدد قواتها بسبب كل التهديدات التي تأتي من هذه الاشتباكات من داعش، من إيران، من روسيا، من النظام السوري، من كل التقارير التي تأتي في هذه المنطقة التي نتحدث عنها. وهذا ما ذكرته العرب نيوز. تحتاج الولايات المتحدة إلى إجراء تصحيح كبير في شمال شرق سوريا على غرار زيادة القوات في العراق. بالتالي نحن فعلا أمام مناورات مثيرة في توقيت مثير في ظل التحركات الأمريكية إلى شرق نهر الفرات، قريبة وليست بعيدة أبدا من الحدود العراقية، بالإضافة إلى ذلك إلى أننا أمام تقارير عن طلب ومحاولة للضغط على الإدارة الأمريكية من أجل تغيير سياستها في سوريا لمواجهة كل هذه المخاطر.